أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم أن من قذف أحد الصحابة بالزنا أنه يكفر، فكيف الجواب عمن ثبت برمي بعض الصحابة بعضا به؟ لا يجوز قذف أحد من الصحابة، لا النساء ولا الرجال، لأن الله عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم، فالذي يقذف أحدا منهم يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.